إلى مثواه الأخير يرحل عمر دوكم، الشاب المتنور الذي عمل خطيبا لمسجد العسائي وسط مدينة تعز. فارق دوكم الحياة متأثرا بإصابته التي تعرض لها أثناء محاولة اغتيال من مجهولين الجمعة الماضي، استشهد على إثرها صديقه رفيق الأكحلي، فيما لحق به عمر شهيدا صباح الاثنين الثانية من أبريل. استشهد أخي عمر دوكم بعد حادثة الاغتيال اللي تمت يوم الجمعة عن مسجد العسائي بعد الخطبة، ومات أمس متأثرا بقراءه. نحن الآن في تشييع جنازة الشهيد عمر دوكم خطيب جامع العسائي رحمة الله عليه، والذي شهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الجمعة مع رفيقه الشهيد رفيق الأكحري الذي استشهد في نفس اللحظة. تبرهن هذه الجموع الغفيرة التي خرجت لوداع الشاب الراحل في العقد الرابع من عمره عن مسيرته المعتدلة الحافلة بمآثره النضالية ضد الاستبداد كواحد من شباب فبراير وأحد المناهضين للانقلاب وحرب الميليشيا، حيث كان دوكم واحدا ممن تصدوا لها بمواقفه الثابتة. الرحمة والخلود للشهيد عمر دوكم خطيب الثورة، خطيب 11 فبراير. عمر دوكم هالة تعز التي كانت نافذة النور، كان هو نافذة الإشعاع، كان هو خطيب الثورة وناطقها بامتياز. عمر دوكم رحمة الله عليه جيش بكامله في جبهة الفكر، فهو جيش في الفكر، وهو جيش في الخطابة، وهو جيش في الإنسانية، وهو جيش في التوعية، وهو جيش في الثبات. ظل المغدور يتنقل بين منصات المحافظة الثقافية ينقل وجهة نظر جيل مثابر معتدل. منصة ساحة الحرية إحدى هذه المنصات التي اتخذ منها منبرا يحث من خلاله رجال الأمن والسلطات المحلية على أهمية الجانب الأمني وضرورته، حتى دفع حياته ثمنا لهذا الانفلات برصاصة قاتل متجول. الاغتيالات التي نشاهدها، نحن نعلم من كان يغتال عناصر الأمن في عدن، الأمن السياسي في عدن، هذا أمر ليس جديد علينا، ولا الحوثي نعرف تربية من وصناعة من هو، ولا الاغتيالات ليست جديدة علينا نحن اليمنيين. هذه ضفيرة واحدة تجمعها الخسة، الدناءة، تجمعها قلة المروءة، تجمعها محاربة القيم واغتيال الإنسانية، اغتيال ثورتنا، اغتيال لإنسانيتنا. ولذلك الذي يطلب مني أن أتنازل عن ثورتي كأنه والله يطلب مني أن أتنازل عن إنسانيتي. اغتيال الشهيد عمر دوكم والأخ رفيق الأكحلي منحنى جديد في هذه الجريمة المستنكرة، لعله يراد بها أن يصبح مستقبلنا مستقبلا أكثر ظلاما وأكثر صراعا، لأن هؤلاء رموز للشراكة، رموز للمساواة، رموز للحرية، رموز للوسطية والفكر المستنير الذي عليه تقوم الدولة المدنية التي نتطلع إليها. يرى كثير من أبناء المحافظة أن مدينتهم تمر بأوقات عصيبة جراء هذا الانفلات الأمني الذي خلف العديد من حوادث الاغتيالات التي بدأت تأخذ منحنى آخر باستهداف الناشطين وخطباء المساجد، وهو ما يعدونه مؤشرا خطيرا في ظل القبضة الأمنية الرخوة وتخاذل الشرعية والتحالف العربي في تخليص المحافظة من هذا العبث. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.